راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج سكة سفر على راديو الأهرام، ونبدأها بالعناوين. خطوات عاجلة من الحكومة لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، لجنة لتوحيد الإجراءات وآلية موحدة للتشغيل في المواني، إزالة المواقف العشوائية للميكروباص على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، حفار مترو الأنفاق يصل محطة الزمالك في 25 إبريل المقبل، العمل يجري على مدار الساعة لسرعة إزالة الإشغالات من شارع 26 يوليو بوسط العاصمة، مصلحي وشاهين يتفقان على حل مشاكل المجتمع الملاحي بالأسكندرية، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يحدد مطالب رجال الأعمال من المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس. هذه كانت العناوين، وإليكم التفاصيل. خطوات مهمة تتخذها الحكومة لتيسير إجراءات العمل بالمواني وسرعة الانتهاء من الإفراج الجمركي على البضائع، جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء المالية والاتصالات والنقل والتجارة والطيران ورئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس. وتهدف الإجراءات إلى تشجيع الصادرات بما يسهم في دعم الإنتاج والاقتصاد القومي، وذلك استجابة لطلبات رجال الأعمال والمستثمرين. وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات بين مطار القاهرة وميناء بورسعيد، والاتفاق على آلية موحدة للتشغيل في جميع المواني تتضمن تخفيض عدد المستندات المتداولة في الجمارك. في هذا الاجتماع تم التأكيد أيضا على إزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يتم تطويره حاليا بتكلفة تقترب من 7 مليارات جنيه. أهم ما قاله وزير النقل المهندس كامل الوزير قبل ساعات أن حفار مترو الأنفاق بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث سيصل محطة الزمالك قادما من مسبيرو في 25 إبريل المقبل، وأن العمل يجري على مدار الليل والنهار لسرعة الانتهاء من أعمال المدنية في محطتي مسبيرو والإسعاف حتى يمكن إزالة الإشغالات من الشوارع وإعادة فتح شارع 26 يوليو أمام حركة المرور للقضاء على الاختناقات في هذه المنطقة بسبب الأعمال الخاصة بمترو الأنفاق. تصريحات وزير النقل جاءت في جولة مفاجئة لمتابعة العمل في محطة مسبيرو، حيث طالب العاملين والمهندسين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من هذه المرحلة في نهاية العام المقبل. التقى وفد من غرفة ملاحة الأسكندرية برئاسة الأستاذ محمد مصلحي رئيس الغرفة مع الربان طارق شاهين رئيس ميناء الأسكندرية، حيث تم مناقشة المشاكل التي تواجه المجتمع الملاحي والتنسيق بين الجانبين لتيسير التعامل مع ممثلي الشركات والتوكيلات الملاحية. وقد طلب شاهين إعداد مذكرة تشمل كل المعوقات لبحثها في اجتماع موسع مع كل مكونات المجتمع الملاحي في مدينة الأسكندرية. الوفد ضم مروان السماك ومدحت القاضي وكريم سلامة ومحمد العنتبلي وطارق فهمي مع وليد بدر. ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، وهي كلمة لعادل اللامعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أمام جمعية رجال الأعمال المصريين، والتي شهدت حشدا وحضورا كبيرا من مجتمع المال والأعمال، وفي مقدمتهم المهندس حسين صبور وعلي عيسى. في هذه الاحتفالية الرائعة استعرض المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المخطط الشامل للمشروعات المستقبلية والحوافز والتيسيرات التي ستقدمها لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، وسوف نزوع تسجيلا صوتيا لكلمته في حلقات قادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المهندس المحترم محمد حزاكي رئيس الهيئة الاقتصادية، أخي الكبير السيد اللواء أركان حرب عدد أنطان محافظ بورسعيد، السادة زملائي اتحاد الغرف التجارية أستاذ محمد المصري النائب الأول، السادة زملائي غرف الملاحة رؤساء غرف الملاحة، أهلا وسهلا بحضراتكم. بداية يعني في بداية كلامي كل شكر وتقديري لجمعية رجال الأعمال اللي أنا بنتمي إليها ولجنة النقل ممن سبقونا كانوا أساتذتنا في مجال النقل خلال الفترات السابقة، ومنها السيد الوزير الدميري ربنا يديله الصحة مصطفى بلحول، المرحوم حسام لهيطة، أحمد سعد رجب وغيرهم، كانوا قيادات في النقل، وأشرف بهذه اللجنة أن أنا أكون مكمل لإخواتي في لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال. كل الشكر والتقدير للمهندس علي عيسى وزملائي أعضاء مجلس إدارة، أخويا الكبير حسين بيه صبور ربنا يديله الصحة ويخليه ويبقى كده معنا في كل الاجتماعات ومشرفنا ومنورنا دايما. باشمهندس يحيى، هي فلسفة لجنة النقل زي ما قلت لسيادتك وحيك مش بعيد عن جمعية رجال الأعمال، هي دايما الروتيتر مشغل دايما الخاص بالنقل، سواء النقل البحري او النقل النهري او السكك الحديدية او الطرق. وخلال الفترة اللي فاتت، وده كان سبب رئيسي ان احنا المهندس علي سألته وقلت له احنا عايزين نقعد مع المهندس يحيى، يعني تكرم مشكورا ونكلم سيادتك، ان احنا فعلا شايفين المنطقة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري لو تم استغلاله بإذن الله، وكلنا أمل في حضرتك بإذن الله والتيم ورك مع سيادتك إن شاء الله إن إحنا نقدر نوصل للمأمول. تحديات رؤية لجنة النقل، هناك تحديات طبعا دولية في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة الظاهرة الأخيرة موضوع الكورونا، موضوع الحريق السفن اللو سلفر، وده أثر بشكل كبير جدا. احنا في ما يقرب من 55 ألف سفينة بتجوب أنحاء العالم، النهاردة لما تم تطبيق اللو سلفر أثر بشكل كبير جدا على النوالين البحرية، وبالتالي هيبقى ليها سايد إفكت في النقل بصفة عامة، ومنافسة الدول الأخرى المحيطة بنا. طبعا أنا بتكلم على المنطقة الاقتصادية. داخليا طبعا هناك تحديات، تشابك كم كبير جدا من التعريفات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر يعني قرار 800، كنا في معية السيد وزير المالية امبارح يا فندم وكجماعة رجال أعمال، وسيادة الوزير اتكلم على قرار 800 وقال ان تم استقطاع من ميزانية الدولة المصرية ما يقرب من 1,250,000,000 جنيه. بنشكر الحكومة، بنشكر طبعا وزارة المالية، بنشكر حضرتك، بنشكر السيد وزير النقل، ولكن ليس هذا كافيا. كلمنا برضو خلال الفترة اللي فاتت عن ترتيبنا في الجمارك، للأسف برضو احنا عندنا رقمنا الى حد ما متأخر، والال بي اي رقمنا برضو مش فرق. فاحنا محتاجين جنبا الى جنب، بجنب الحكومة، بجنب الهيئة الاقتصادية، بجنب حضرتك، ان شاء الله الفترة المقبلة ان احنا نقدر نحاول نحسن بشكل ايجابي كل هذه الارقام لصالح الدولة المصرية، وخاصة بعد القانون الجديد للهيصدر الخاص بالجمارك. ان بريف، وهنتكلم طبعا بعد كلمات سيادة المحافظ وكلمة حضرتك وطبعا اخونا الكبير علي بيه عيسى في الاسئلة من الفلور، لكن ان بريف رؤيتنا ان احنا نفسنا نشوف خطة زمنية وتنفيذية للمشروعات المقبلة بإذن الله، وانا عارف ان احنا ان شاء الله حيك هترد على كل الكلام ده النهاردة. التوسع في طرح شركات الخدمات، عايزين نشوف شركات خدمات في شركة بورسعيد، عايزين نشوف شركات خدمات فعلية زي اللي احنا شفناها، كلنا سافرنا
حضرتك أستاذنا، عايزين نشوف الشركات. شركة بنكر مظبوطة النهاردة، التطور ومعانا النهاردة أكبر الخطوط العالمية موجودة النهاردة، أصبح التطور مش للحريق النهاردة، للـ LPG النهاردة لازم تبقى محطات تبقى مجهزة للغاز الطبيعي. نفسنا نشوف هذا الكلام، نشوف خدمات زي اللي احنا شايفينها في جبل عالي وشفناها كلنا في سنغافورة. عايزين برضو في لجنة النقل حضرتك خطة لطرح الأراضي وتحديد التعريفات الخاصة، عايزين نشوف حاجة very accurate بإذن الله، وإحنا مطمئنين في وجود حضرتك. عايزين نشوف حواسف للمستثمرين والإعفاءات، نفسنا نشوف. أنا عارف طبعا الكلام ده يعني we are part of it، بس يعني عايزين نشوف حاجة زي كده، عايزين نجذب المستثمر سواء المصري أو العربي أو الأجنبي. سمعنا ان في مادة 11 من قانون 72 يا فندم اللي هو الاستثمار اللي هو القانون السابق 8، هل هينطبق في على المنطقة بتاعتنا المنطقة الاقتصادية؟ هل دي تكون بإذن الله بادرة أمل إن شاء الله إن احنا نقدر to have in progress في المرحلة المقبلة؟ ده إن بريف الرؤية بتاعت لجنة النقل، وأنا بأشكر كل من حضروا النهاردة. النهاردة كان ظروف خاصة طبعا في جمهورية مصر العربية، وبشكر كل من حضروا، وأنا عارف إن في ناس اعتذرت خلال الساعتين اللي فاتوا، لكن كل الشكر والتقدير للجمعية العمومية لرجال الأعمال المصريين اللي أنا بشرف برئاسة لجنة النقل. لكن إن شاء الله مع البرزنتيشن ده حضرتك إن شاء الله نشوف كل جديد، ونبقى عندنا من الأمل بإذن الله المرحلة المقبلة إن إحنا كل هذه المشروعات ترى النور. بشكركم تاني وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. سكة سفر مع هاني عمارة.